أول شيء أنا بشرفني طبعاً أنه أقف بجانب واحد من أساتذتي الكبار، يعني دكتور محمد السرعاوي، بروفيسور دكتور محمد السرعاوي. ما شاء الله يعني كسبناه كصديق وكأستاذ، وكان من الناس اللي أثرت علي كمان في حياتي كجيولوجي وكأحيائي، كان متخصص بعلم الأحياء، لأنه أنا كمان تخصص مساند من قسم الجيولوجيا بجامعة الكويت من الدفعات القديمة من 84. وكان ما شاء الله دكتور صرعاوي كان لنا يعني كان قريب منا وقريب من قلوبنا، وحببنا المادة، وكان من أساتذتنا الكبار اللي تأثرت فيهم من حياتي. وأنا بالنسبة لي يعني يعني بر السنوات، ومن حبنا كمان للمادة بحثنا في المادة خلال حياتنا، وسوينا أبحاث ودراسات في مجال علم الحيوان، في مجال علم الجيولوجيا، علم الأحافير. فيعني أنا نشكرك شكر جزيل جدا. وهذا الكتاب طبعا أنا هذا مثلا كتاب علم الحيوان راح يوصله طبعا نسخة إن شاء الله بإذن الله تعالى، هذا وعد يعني، هذا ما دام مسجل إن شاء الله. يعني ما صار هذه الكتب، ما صار علمنا إحنا إلا بجهود أساتذة الكرام، البركة فيكم. وإن شاء الله يعني نتمنى يعني نشوفكم دائما على خير وصحة طيبة. وطبعا من الناس اللي مو بس كانت علاقتي فيهم كتلميذ وأستاذ، كانت كنت حتى دخلت بيت الدكتور، كان من الشرف. ونتمنى دائما أنه تشوفوا في أعلى المراكز، وبارك الله فيك هذا الدكتور. شاكرين لك جزاك الله خير، وهذه من طيبك يعني، ونسلك ان شاء الله يعني زياره ميدانيه جيولوجيه ان شاء الله، والكويت بلدك الثاني، واحنا كلنا زملاء واصدقاء، ونشكرك على هذه الزياره وعلى طيبه الخاطر وعلى الكتاب العلمي المتميز ان شاء الله، ونعتز بهالكتب هذه، لان بالفعل هذه هي الاساس اللي ان شاء الله يقرب القلوب لبعضها ان شاء الله تعالى. تسلم، بارك الله فيك، شكرا، بارك الله فيك.